وقت نسمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله لازم وش نقول يا محمد جاسم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ممتاز. أي وقت يعني مثلا احنا نسمع الأذان في اليوم كم مرة نسمع الأذان في اليوم؟ كم مرة نسمع الأذان في اليوم؟ 5 مرات والصلاة المستحبة. طبعا نسمع الأذان في اليوم 3 مرات، احنا عندنا 5 صلوات، ولكن لأن صلاة الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض، فأي وقت نسمع الأذان مستحب ان احنا نكرر ويا الأذان عشان نحصل ثواب المؤذن. وقت اللي يقول الله أكبر احنا بعد نقول وياه، أشهد أن لا إله إلا الله نقول وياه، لما يوصل أشهد أن محمد رسول الله. ود عبد الله انت اسمك وش اسمك علي؟ وش اسمك؟ كرار. كرار. فلما نسمع الأذان المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وش نقول؟ نصلي على نبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ممتاز يا كرار، عافية عليك. فهذه أهمية إن إحنا لما نسمع اسم النبي محمد حتى لو في الماتم نسمع الخطيب قال الله اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، إحنا في الماتم وجينا نتسمع كل يوم، إحنا محرم عندنا الصبح العصر والليل، فيجي الخطيب يذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإحنا في الماتم حتى لو ما صار صلوات جماعية أقولها في قلبي، أقول في قلبي اللهم صل على محمد وآل محمد عشان أحصل الثواب، أنا قاعد في المسجد أو في الماتم أحصل ثواب حضوري، وكذلك أحصل على ثواب إني صليت على النبي محمد وآل محمد. لا محمد ممتازين. الحين ننتقل لنقطة ثانية وهو دعاء الفرج. من هو يعرف دعاء الفرج؟ نبغي مشاركة من واحد منكم يقرأ لنا دعاء الفرج، والباقي أبغيكم كلكم وياه. زين نقوم وإحنا على كراسينا، وإحنا على كراسينا نوقف نقابل اتجاه القبلة. زين وانتم في أماكنكم عند كرسيكم. يا الله يا ولد أحمد انت وش اسمك؟ جعفر. جعفر. يلا يا جعفر حافظ دعاء الفرج. انزين خلنا نشوف. ودوح انت حافظنا؟ ما عليك منخليك حافظنا. يلا بيقول وش اسمك؟ نوح. بيقول لنا دعاء الفرج، وان شاء الله كلنا نردد وياه، نقابل هنا اتجاه القبلة عشان نحصل ثواب اكثر. يلا نبدأ. جود الميكروفون عندك ولا تقرب واجد من حلقك عشان يصير صوتك واضح. يلا ويا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. ممتاز يا نوح بارك الله فيك. انزين الحين عندنا بعد سؤال. يلا استريحوا استريحوا، عندنا سؤال الحين من هذا الدعاء اللي قراه الحين لان زميلكم نوح. احنا بدأنا الدعاء قلنا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، فنبغي نعرف من هو الحجة ابن الحسن، من هو هني الدعاء المشمول في الدعاء، من هو الحجة ابن الحسن؟
خلنا نشوف هذا من شوي يحتاج كان يبغي يشارك وما خليناه. الإمام المهدي. الإمام المهدي. فإذا إحنا هذا دعاء الفرج ندعي إلى الإمام المهدي. الإمام المهدي طبعا هو لقبه واسم أبوه الإمام الحسن العسكري، فلهذا نقول الحجة ابن الحسن. بس ويش اسمه؟ اسمه الإمام المهدي صح، هو اللقب ابن الحسن لأن أبوه الإمام الحسن العسكري. الحين نبغي نعرف اسمه، ويش اسمه؟ محمد المنتظر. الإمام محمد المنتظر. ممتاز. فإذا هو الإمام محمد ابن الإمام الحسن العسكري. فضروري نعرف لما احنا نقول الإمام المهدي أو نقول إمام المنتظر، هو نقصد الإمام محمد ابن الحسن، وهو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وقال في آخر الزمان يأتي إمام اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهو طبعا إمام زماننا، إمام زماننا هو الإمام المهدي. وفي أدعية أيضا موجودة مستحب أن نحن ندعي فيها كل صباح من ضمن دعاء العهد، زين أن نحن نواظب عليه على قراءته أو الاستماع له عشان نجدد بيعتنا لإمام زماننا. إذن من هو إمام زماننا يا مهدي؟ إمام نفس اسمه مهدي. عفية عليك. إمام زماننا هو الإمام محمد بن الحسن الإمام المهدي المنتظر. تبغي تقول شيء؟ ماك حبايبي بس. تمام. إنزين يا حبايبي الحين واصل. طبعا إحنا الحين هالأيام في 10 محرم، ونحيي ذكر أهل البيت عليهم السلام، وكذلك نستذكر ذكرى أليمة مرت على أهل البيت في يوم 10 من المحرم. نبغي الحين نعرف من هو الإمام الذي استشهد في يوم 10 من المحرم. خلنا نشوف مشاركة من وراء عشان نشوف منتبه ويانا للسؤال أو يقول ما سمعت السؤال. يلا تفضل جاوب. وش سؤال؟ إيه معناته إن أنت ما كنت منتبه، لأن السؤال جدا سهل ومتأكد لو أنت سمعته بتجاوبه. فخلكم منتبهين ويانا عشان الكل يستفيد. خلنا نشوف هني. الإمام الحسين. الإمام الحسين. الإمام الحسين ابن من؟ الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب. من هو أخو الإمام الحسين؟ من هو أخوه؟ خلنا نشوف هني. تعال انتله هني ورا وقف. العباس. العباس. وبعد نبغي أخوه الإمام المعصوم. الإمام الحسين جاء من بعد إمام معصوم. الإمام الحسن. إيه ما عليه. خلنا نشوف هني. تفضل. تعرف اسم أخو الإمام الحسين الإمام المعصوم؟ حسن. الإمام إيه صح كلامك، قول لا ترد. حسن. الإمام الحسن الزكي عليه السلام. نعم تمام بارك الله فيك. إنزين نواصل. فإذا نحن هني في الماتم عشان نحيي ذكرى أليمة، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، مثل ما قلنا أنه حصلت في يوم 10 من المحرم. طبعا في يوم 10 من المحرم استشهد قبل الإمام الحسين أصحابه وأهل بيته، ومن ضمنهم العباس بارك الله فيه. هب الكلبي ويا تا
تمام. فإذا استشهد مجموعة من الأصحاب، خلنا هني نشوف، انت نزل ايدك، لو اثنينكم قاعدين كذي واحد منكم يقوم يدور لك كرسي عدل، يلا بسرعة قوم. انزين، وش كنا نقول؟ عن زهير بن القين. وش في؟ أن حارب ويا الإمام الحسين. ممتاز، يبين أن أنت منتبه، بارك الله فيك. فإذا تبغي تقول بعد، يلا قول. عابس ويا حبيب بن مظاهر. ممتاز، فإذا هذا مجموعة من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. وإذا وش اسمك أنت؟ عدنان. يلا عدنان، وش تبغي تقول؟ المختار. المختار استشهد عقب الإمام الحسين، مو في نفس اليوم. انزين، جون. ممتاز، ما عليه، بس ذكرنا جزء منهم. يلا آخر مشاركتين هني عشان نكمل البرنامج. القاسم والعباس وسيدة رقية. ممتاز، طبعا السيدة رقية ما استشهدت في نفس اليوم العاشر، استشهدت عقب. يلا تفضل آخر مشاركة من اللي استشهدوا مع الإمام الحسين عشان منكمل. زين، أنا بتقول شي غير قبل هذا؟ قول وش مشاركك. مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل أيضا استشهد قبل الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا الإمام الحسين في يوم العاشر لما أن استشهد أصحابه وأهل بيته، الإمام الحسين نادى قال: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ وإيش قال الإمام الحسين؟ نعيدها. ألا هل من ناصر ينصرني؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ فطبعا كان يقصد ينصر أهل البيت، ينصر الدين، وليس أنه ينصر الإمام الحسين لشخصه فقط، لأن الإمام الحسين ما طلع ثار لأنه إلى نفسه يبغي شيء دنيوي أو شيء إلى شخصه، وإنما كان يريد أن ينتصر للدين المحمدي الأصيل. عندكم مشاركة؟ علي الأكبر. علي الأكبر أيضا استشهد يوم عاشر. ممتاز، أن الإمام علي عقبه كان مريض وقام من فراشه وما حد وقف يا الإمام الحسين للإمام علي. عافية عليك، بارك الله فيك. إنزين حبايبي، نواصل في برنامجنا، نعيد نرد نقول. فالإمام الحسين نادى في يوم العاشر قال: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ طبعا إحنا كموالين وشيعة ومحبين للإمام الحسين عليه السلام ولأهل البيت وإلى الدين للنبي محمد صلى الله عليه وآله، لبينا وقلنا، وإحنا لم نولد بعد، قلنا لبيك يا حسين، فإلا لبى وقالوا لبيك يا حسين، أنتون من ضمنهم من يوم قبل لا تولدون في الأصلاب، لبيتون وقلتون لبيك يا حسين، وهذا تواجدكم الحين هني في الماتم هو دليل على أن أنتون لبيتون نداء الإمام الحسين. فإذا الإمام الحسين قال: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ فكان الجواب إن إمام السجاد سمعه وقال له بشار فضحة بن ما رضى لأنه ولده. أي نعم، فإذا كان الجواب من الموالين لبيك يا حسين مهدي، اقعد وين كرسيك، اقعد يا مهدي. ممتاز، فكان الجواب لبيك يا حسين، واحنا بعد نعتبر روحنا ان احنا سمعنا نداء الامام الحسين، ولو ما انتم سمعتوا النداء ما كنتم متواجدين الحين في ماتم الامام الحسين، فكلكم ان شاء الله لبيتون النداء وقلتون لبيك يا حسين، انتون ولدتون من صغركم شيعة محبين موالين لأهل البيت محبين للإمام الحسين، وإن شاء الله لازم تستمرون على هذا الشيء. وإيش اسم هذا؟
جواد اي خليك انتبه ويانا زين. فاذا نعيد ونكرر التلبية الى الامام الحسين ونقول مع بعض جميعا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. انزين الحين السؤال ان هل يكفي بس نقول كلام لبيك يا حسين او لازم ان نكون احنا ملتزمين بنهج الامام الحسين؟ لازم نكون ملتزمين بنهج الامام الحسين. نسمع الحين مشاركات منكم شلون ان احنا نفعل هذه الكلمة على ارض الواقع، شلون إن لما انا اقول لبيك يا حسين ان مو بس اقول بلساني، ان بعد هذا يا نوح لا ترفس، ان نكون بعد ان اكون ملتزم بهذا الشعار. محمد، محمد جاسم نبغي مشاركة منك عشان تنتبه. برجع لك مهدي، هل تعرف ويش نسوي عشان نفعل شعار لبيك؟ موسى بند التلفون وخله في شنطتك. يلا قول يا محمد جاسم لما نقول لبيك يا حسين ويش لازم بعد نسوي؟ هل بس نقول وخلاص؟ لا ويش نسوي؟ عندك فكرة؟ نختم الإمام الحسين ونقول مثلا شيء ثاني لبيك يا مهدي، والله شيء ثاني لبيك يا كذي يعني. تمام بعد نشوف مشاركة ثانية، نكمل الصف هني. بدر تبغي تشارك؟ عندك مشاركة؟ يلا قول. وش السؤال؟ السؤال لما نقول لبيك يا حسين هل بس نقول لبيك يا حسين وخلاص؟ لو لازم في أشياء نسويها نلتزم بها نفعلها نواظب عليها. في بعض الأشياء قلناها احنا في بداية كلامنا ممكن تذكرون مرة ثانية، وإذا في أشياء جديدة ما عليه باجي لكم. يلا قول مثلا نروح الماتم ممتاز، كل واحد يقول مش يقول نقطة واحدة. فقال لنا زميلكم بدر ان احنا نحضر في الماتم، ما يصير ان اقول لبيك يا حسين وانا قاعد في البيت، لازم ان احضر في الماتم. بعد نشوف موسى ان نصلي ونصوم. ممتاز، احنا قلنا نقطة واحدة، قلت شغلتين يا موسى ولكن ما نقطتين مهمتين، ان احنا نصلي ونصوم. لان الامام الحسين ما طلع في يوم العاشر واستشهد الا من اجل الصلاة والصيام والدين والاسلام. فاحنا لما نقول لبيك يا حسين وانا ما اصلي او ما التزم بالصلاة فأنا ما قاعد أفعل هذا الشعار. نشوف حسين جاسم. نساعد الفقراء والنبي. ممتاز، فإذا نساعد الفقراء يعني إذا شفت واحد مثلا في الشارع يبغي يعبر مثلا هو ما يشوف، أو واحد صغير أساعده يمكن ضايع عن أهله. نشوف بعد هني أنتم لشارك ما في مشكلة يعذرني عشان نوزع المشاركات زين؟ في ناس ما شاركوا ولا مرة فنعطيهم المجال. انت شاركت حبيبي، ناخذ ناس ما شاركوا بنرجع عليكم. ما عليه نعزي. ممتاز، وش اسمه؟ ابراهيم محمود. ابراهيم محمود قال نعزي. الليلة ان شاء الله اذا اتسع الوقت راح نشغل لطمية هني يا نوح، مرة ثانية اقول لك تنتبه ويانا، راح نشغل لطمية ونبغيكم تشاركون بفعالية. ولو صار لو ما صار مجال ان شاء الله الليله في عزا بعد اشبال المنتظر، وان شاء الله بتعزون وياهم لتفعيل شعار لبيك يا حسين. نشوف حبيبي انت خليتك تشارك، نشوف غيرك بعد. يلا قول. نحط السواد. نشارك في الخدمه وتركيب السواد. يلا لازم نروح ونصيح في الماتم ونخدم ونركب السواد عشان نكسب شفاعتهم يوم القيامة. ممتاز، عشان نحصل ما عليك انت شاركت وانت شارك، ما عليك من الآخرين، عليك من نفسك. يلا تفضل. ننظف الشارع. اي ممتاز، نقطة مهمة اللي هي نحافظ على النظافة، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه أوصانا. عدنان وين مكانك انت؟ لا هني مو كرسي، قم دور لك مكان.
لا لا قوم يلا بسرعة أو ما بخليك تشارك. لازم نلتزم بالنظافة لأن الإمام الحسين أوصانا والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بالالتزام بالنظافة. قبل لا نقطع عن هالنقطة نطلع الحين. لو أنا شربت ماي في الماتم هني، أخذت غرشة ماي وشربت الماي، غرشة الماي بعدين وش أسوي فيها؟ أفلتها في الماتم؟ لو وش أسوي فيها؟ أفليتها في الأخمام. ممتاز. فإذا نحافظ على النظافة. أنت ولد أسعد؟ نقص اسمك؟ مجتبى. مجتبى قعد سيدة حبيبي مؤدب، وانت بعد لا تتحجج به. مجتبى سعيد انت؟ انزين حبايبي خلنا نشوف بعد مشاركة هني. ما أكذب. ما أكذب ممتاز. فإذا نلتزم بالأخلاق الإسلامية هني. بما أن احنا في موضوع الكذب من شوي في واحد قال عن واحد ثاني انه سوى شيء وهو يبغي يسوي نفسه. الحين لو مثلا واحد كذب، فهل انا اقوم انا بعد اكذب نفسه لو اصير احسن منه؟ اصير احسن منه. ممتاز. فاذا الاخلاق الحسنه دائما نلتزم بها. حبيبي انت خليتك لما عليه هدا. نشوف الاخرين بعد. منشوف هذا ولد حسين، وش اسمك؟ مهدي. مهدي الله، وش عندك مشاركة؟ بثياب سودان. ممتاز يا مهدي. إذن من ضمن المظاهر العزائية ان احنا لما نقول لبيك يا حسين نلتزم بلبس السواد ونظهر تعزيتنا للإمام الحسين سلام الله عليه. انت محمد جاسم شاركت وانت بعد شاركت. اي ما عليه، ما في مشكلة، بنرجع عليكم ان شاء الله. انزين الحين راح ان شاء الله ناخذ اخر مشاركتين عشان منشغل الانشودة الليلية، انشودة حسين مولانا. نشوف اخر مشاركتين. واحد هني ورا قاعد قال مؤدب. قراءة القرآن. قراءة القرآن ممتاز. تشاركت؟ يلا. توزيع المياه على الناس. ممتاز. إبراهيم لو سمحت جهز انشودة حسين مولانا، وإذا جهزت ممكن أنك تعرضها على التلفزيون عشان نبدأ الفقرة على ما تجهزها. أي جاهزة. تمام يلا اهدأوا اهدأوا شوي.
يلا حبايبي نقعد مكاننا، وقعدنا أقل من 5 دقائق نقعد مكاننا. أنا ببدأ الكلمة وأبغي واحد منكم يكملها لي. من ضمن مقولات الإمام الحسين سلام الله عليه أنه قال: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. وإيش تكملة الحديث الشريف؟ وهيهات من الذلة. وهيهات من الذلة. إذن راح إن شاء الله الحين نردد مع بعض بشكل جماعي: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. بس ما يمدعني الشخص. انزين حبايبي الحين راح ان شاء الله نوزع عليكم الجوائز، عشان بعدين بعد عقب الجوائز في موكب عزاء المنتظر برا وتشاركون فيه، لان هذا مصداق ومثال على اللي قلناه. لما تقول لبيك يا حسين لازم تكون تنفذ هذا على ارض الواقع مو بس بالكلام. اذا نبدأ بالجوائز. عندنا أكثر واحد شارك مشاركات متميزة، وش اسمك؟ محمد. محمد فاضل عبد الله. محمد فاضل تفضل. عندنا بعد، تعال عشان تصور، تعال وقف هنا. يلا تعال. وش رأيك يا محمد فاضل في البرنامج؟ تستفيد؟ ايه. وش الاشياء اللي استفدتها سواء الليله او الايام اللي طافت او في محرم بصفه عامه؟ واجد. تذكر بعضها؟ يلا استريح. انزين بعد عندنا، في عندنا احد المشاركين المتميزين، وانا راح حيدر يوسف. يلا تعال يا حبيبي انت حيدر يوسف. اي هذا ممتاز، لانه يحضر من البدايه ويقعد يلتزم، ما يقعد يمزح ويا احد من الصوبه. يلا يا حيدر تفضل، تعال وقف هنا حيدر بصورونك. حيدر يوسف، حيدر تعال بصورونك. يا الله يا حيدر، وش من الأشياء تتذكر أشياء استفدتها من البرنامج هنا أو من الحضور في المجالس الحسينية بصفة عامة؟ تفضل. حضرك شيء أشياء استفدتها مثلا لبيك يا حسين أو هيهات من الذلة العزة؟ علمت الناس ما أشدف ويا النمال أمزحية مزح فقيل. ممتاز يا حيدر، يلا استريح بعد نشوف. زين عندنا بعد واحد اثنين ثلاثة، تعال انت وش اسمك قلت؟ ايه تعال ايه انت وش اسمك؟ حسين. حسين فاضل. حسين فاضل. حسين فاضل وش؟ فتيل. اي حياك الله يا ابو علي. اخو محمد. ايه يلا يا حسين فاضل، وش استفدت من البرنامج او من الحضور في الحسينية؟ تفضل.
استفدت اني اضحك واجد ويا ربعي. ممتاز. طبعا لما تكون في الماتم ما تضحك، ان ننتهني في مجلس حزن ومجلس تعزيه. محمد جاسم، يلا مشكور، استريح. بعد اخر واحد منشوف نوح، لان نوح هني قرا لنا دعاء الفرج. وانا نوح مشى. انزل نشوف مشاركه ثانيه، ما علي انت باكر زين، نقول لهم عشان لبكره. تعال تعال هني. وش اسمك؟ ابراهيم محمود. ابراهيم محمود. ابراهيم محمود وش؟ ابراهيم محمود ابراهيم. عفية عليك يا ابراهيم، تفضل. يمين. يلا عشان صوت. انزين يا ابراهيم، وش استفدت من البرنامج بصفة عامة او من حضورك في الحسينية؟ اني لازم ما اضحك. ممتاز يا ابراهيم. بعد؟ اني لازم ما اضحك في محرم. ممتاز، بارك الله فيك. خلص برنامجنا احبتي الصغار، واتمنى ان انتم تواظبون على الحضور بشكل ليلي في البرنامج. والحين في برا موكب عزاء المنتظر عشان تطلعون وتشاركون وتحققون مصداق لبيك يا حسين. يلا تفضلوا، صلوات على محمد وآل محمد.